فتحافظ على نسبة 20%. صار أمر واقع يعني باتفاق فيينا. قالوا الإيرانيين أنه خلص 3.5 نحن مستمر بعملية تخصيب، بس 20% نحن ما بدنا نخصم، تعالوا أنتوا خذوا 3.5% أعطونا يورانيوم مخصب بنسبة 20%. هلأ اللي عم بيصير واللي الإيرانية قالوا واللي ما واضح إلى الآن أنه رغم عملية التبادل وتخصيبكم لليورانيوم لقلنا بنسبة 20% خارج الأراضي الإيرانية، نحن بهاي الوقت كمان بدنا نستمر في بعملية التخصيب 20% وهي موضع جدل الآن، أنه إيران يعني تصير بالتخصيب على مستوى 20% على خطين متوازيين، جوا عم بتخصب وبرا وبرا بدل ياهم يخصبوا لها. هذه التي تحتاج إلى أجوبة من إيران عندما يصبح الموضوع على الطاولة. أنا برأيي إذا وصلوا لاتفاق إيران تتراجع عن تخصيب نسبة 20%. هذا على كل حال يريد أن يسمعه من الإيرانيين. أتحول مجددا إلى واشنطن إلى الدكتور جهشان. دكتور جهشان، يعني واشنطن، أعود إلى الملاحظات المتعلقة بواشنطن، تتحدث من جملة التحفظات على عدم رغبة طهران الانخراط في المجتمع الدولي وإصرارها على التخصيب الجاري الآن بنفسها نسبة 20% والتي أعلن عنها، وأنه من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتفاق الثلاثي، هذا الإعلان يقدم بالفعل شيئا جديدا. هل تعتقد يعني هي أسئلة في مكانها؟ من وجهة نظر أمريكية هي أسئلة في مكانها، ولكن في نفس الوقت يجب الاعتراف أيضا بأن الموقف الأمريكي متناقض كليا على عدة مستويات. يعني إذا ما بالفعل أرادت الإدارة الأمريكية أن تحصل على أجوبة واضحة وصريحة ومقنعة من الطرف الإيراني، لماذا لا تتحدث الولايات المتحدة مباشرة إلى طهران؟ فهي ترفض الحديث مباشرة مع طهران، وفي نفس الوقت ترفض الحديث غير المباشر، وترفض الاتفاقيات التي تتوصل إليها طهران عبر وساطة برازيلية أو وساطة تركية أو غيرها. ثانيا أيضا يعني اللوم يجب أن لا يوضع على طرف واحد، بمعنى أن الطرف الإيراني أيضا أساء التعامل مع القضية وأضر بمصالحه باللجوء إلى هذه الوساطة التركية البرازيلية وبإهمال في الواقع أو تهميش مجموعة فيينا. فمجموعة فيينا الآن محرجة لأنها لا تريد أن تقبل بحل أو ببداية حل، لأنه لم يتم في الواقع في الحديث معها. لكن لماذا تعتبره إساءة دكتور جهشان؟ يعني بالنتيجة اجتهدت إيران، توصلت إلى اتفاق مع دولتين معنيتين بشكل أو بآخر ولهما وزنهما على المستوى الدولي، فكان الاتفاق. يعني لماذا تعتبر هذا الأمر تجاوز لمجموعة فيينا؟ نعم تفضل. لا أعتقد أنه تجاوز، ولكن مجموعة فيينا تنظر إليه وكأنه تهميش لها. طبعا يحق لتركيا وللبرازيل كعضوي في مجلس الأمن أن تقوم بمثل ما قامت به، هذا شيء يعني طبيعي. ولكن في نفس الوقت يعني هناك نوع من النفسانيات التي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما نقيم الأخذ والعطاء في الدبلوماسية. طيب أتحول إلى طهران. سيد سوداني، ما زلت تسمعنا؟ سيد ناصر، أبقى أيضا مع المصادر الإيرانية وما يرتبط بالموقف الأمريكي. تقول إيران أن إدارة أوباما هكذا سرب أصلا كانت موافقة على اتفاق طهران، لكن شيئا ما حصل في اللحظة الأخيرة غير موقفها. ما هو هذا الشيء؟ هل نتحدث هنا عن مجموعة ضغط أمريكية تريد أن يبقى هذا الموضوع مشتعلا أو على نار حامية؟ تفضل. أنا أظن أن الإدارة الأمريكية هي ما كانت تعتقد أن إيران تأتي إلى هذا المرحلة، إلى هذه المرحلة، ويعني تصل إلى هذا الحارة اليورانيوم المخصب عندها لتركيا فتأتي إلى هذه الفرصة. فما كانت يعني تعتقد اعتقاد كامل، فعندما حصلت ووصلت إلى هذه النتيجة أن إيران جاءت بهذه الخطة فهي انقلبت على عكبيها في الواقع. أنا أظن أن أمريكا الآن هي مستعدة لكي تخفف وتجعل الموقف المضاد لكل مقترح من قبل إيران يأتي. نعم. إذا هي على استعداد ومستعدة ترفع
هذا الموقف موقف يعني خلاف المنطق وخلاف يعني الإنصاف. نحن إذا نريد أن نطرح السؤال للعالم ككل وللشارع العام في أي بقعة من الأرض ونقول نحن الإيرانيون جئنا ووصلنا إلى هذه المرحلة الشفافية، فأنتم تعالوا واقضوا بيننا وافتوا بيننا واحكموا بيننا. يعني الآن نحن نشعر بأن العالم أكثر حصل ثقة ووصل إلى الثقة والاطمئنان الكامل بالنسبة للنشاطات الإيرانية النووية. نعم. كذلك بنفس الوقت زاده الظن والشك بأفعال الإدارة الأمريكية وبتشكيكها وبنوع تعاملها مع إيران. نعم. طيب. على كل حال يعني ما يرتبط بالموقف الإيراني واستعداد إيران للتفاوض مع مجموعة فيينا، أيضا هذا الكلام سمعناه. اسمح لي أطرح سؤال على ضيفنا في الاستوديو دكتور فياض. طهران تقول أنها ستتوصل الاتفاق مع مجموعة فيينا بعد انتهاء ما له علاقة بالتفاصيل سواء الفنية أو التقنية. هل هذا يعني فعلا استعدادها للرد على أي استضاح، على أي سؤال يمكن أن يطرح، سواء ما يتعلق بنسبة 20% والإصرار عليها أو ما يرتبط بالزمن بالفترة، يعني فترة السنة؟ هناك من قال أنه السنة لا تكفي، ربما نريد أن نزيد السنة حتى نعطيكم يورانيوم سنة ونصف أو ربما أقل. كيف ترى الصورة؟ يعني من الواضح جدا أنه الإيرانيين حاليا رغم الكلام عن عقوبات بمجلس الأمن ممكن تفرض على إيران بنهاية الشهر الحالي مرتاحين جدا. أنا بختلف تمام بسياق الإجابة على السؤال اللي تفضلت فيه مع الدكتور جهشام اللي بحترم رأيه جدا، أنه لا، مش صحيح أنه إيران غلطت عندما عملت تحالف أو اتفاق مع تركيا والبرازيل. قللت برأيي من شأن مجموعة فيينا الأساسية. لا، لأنه أول نقطة، تركيا والبرازيل مش وسطاء بين إيران والدول الغربية. نعم. أصبحوا شركاء لإيران باعتبار أنه هن موقعين على البنود وبالتالي ملتزمين فيها. وهلأ دورهم أنه هن عم يقنعوا المجتمع الدولي بهذا الاتفاق، مش عم يحاولوا يلاقوا صيغة وسط بين إيران والمجتمع الدولي. النقطة الثانية أنه إيران جربت الخمسة زائد واحد عندها إذن أن ترمي الكرة إلى الملعب الدولي. وبالتالي هون السؤال اللي تفضلت فيه أنه إيران حاليا مرتاحة لأنه المبادرة مش بإيد إيران. إيران طرحت المبادرة وهي تنتظر إجابات أو تساؤلات من قبل المجتمع الدولي، وهي حاضرة لتقديم أي إجابة على أي سؤال، لأنه الخريطة واضحة قدامنا جدا. في عنا ثلاث نقاط عالقة حاليا بين إيران والوكالة الدولية، وبالتالي من وراء الوكالة الدولية المجتمع الدولي. النقطة الأولى عملية التبادل، النقطة الثانية مكان التبادل، وهولي إيران حلتهم طبقا لاتفاق فيينا.